عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الرمضانية. واليوم في فقرة وصفة في دقائق غادي نحضروا آيس كريم منزلي بثلاث نكهات وبثلاث مكونات فقط. كيجي المذاق ديالهم أكثر من رائع، والأهم من ذلك أنه تحضير منزلي وبمكونات جد بسيطة، فقط بثلاثة ديال المكونات. الايس كريم الاول هو ديال الشوكولا، فغنحتاجو في تحضيره ل 200 غرام من الحليب المركز المحلى او ما يعادل نصف علبة من الحليب المركز المحلى. كنضيفو عليها 3 ملاعق كبيرة ونصف من بودرة الكاكاو، وكنخلطو الكل جيدا حتى كيتجانسوا جيدا مع بعض. ومن بعد كنغطيو الاناء وكنحتفظوا به في التلاجة باش كيبرد جيدا بين ما حضرنا الكريمه ديالنا. وبالنسبه للكريمه غادي نحتاجوا تقريبا 275 مليلتر ديال كريمه الخفق. استعملت هذه العلبه هذه ديال كريمه ديال الخفق، ويمكن لكم تضربوها سواء بالخلاط الكهربائي او بالخلاط اليدوي. انا استعملت فقط الخلاط اليدوي. وبطبيعه الحال من المهم جدا ان الاناء اللي غادي نضربوا فيه الكريمه وكذلك الخلاط يكونوا باردين مزيان، نكونوا ديجا دخلناهم المجمد واحد المده ديال نص ساعه على الاقل، يكونوا بردوا مزيان باش كيساعدونا اننا نطلعوا هذيك لاكريم بسرعه. من بعد ما كتطلع لينا الكريمه ديال الخفق او الكريم شونتي على هذا الشكل، هذا كتولي بهذه الكثافه هذه، كنجبدوا هذاك الخليط ديال الحليب المركز المحلى والبودره ديال الكاكاو اللي وضعنا في الثلاجه، وكنضيفوا عليه واحد المقدار بسيط من الكريمه فقط باش كنخفوا هذاك الخليط ديال الحليب المركز المحلى ما يبقاش ثقيل بزاف. ومن بعد كنرجعوا نضيفوا الخليط كامل فوق الكريمه، وكنخلطوا بلا سباتول غير بشويه، كنخلطوا حتى كيمتزجوا العناصر كلها، وكنخلطوا وكنحصلوا على خليط متجانس على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنفرغوا الخليط في واحد العلبه محكمه الاغلاق، وكنحتفظوا بها في المجمد اقل شيء 8 ساعات، ومن الافضل ليله كامله. بالنسبه للنكهه الثانيه هي النكهه ديال الفراوله او ايس كريم ديال الفراوله. يمكن لينا نحضروه كذلك بنفس الطريقه اللي سبق لينا شفنا بالنسبه للايس كريم ديال الشوكولا، يعني مع لا كريم شونتيي. كنطلعوا لا كريم شونتيي بنفس الطريقه، وكنضيفوا ليها الفراوله اللي طحناها مع السكر بحيث كنحصلوا على صوص ديال الفراوله، وكنضيفوا على لا كريم. او الا ما بغيناش نحضروه باستعمال لا كريم شونتيي، يمكن لينا نحضروه بطريقه جد بسيطه باستعمال الزبادي او اليوغورت الطبيعي فقط. فهنايا غادي نحتاجو الكوبين من الفراولة المجمدة اللي كنقطعوها الى قطع صغيرة، وربع كوب من الزبادي او اليوغورت الطبيعي، وملعقة كبيرة من السكر او من العسل. والسكر والعسل كيبقى حسب الذوق، التحلية كتبقى حسب الذوق وحسب الرغبة. وكنطحنوا الكل جيدا. انا في الاول حاولت نطحن الخليط في الخلاط العادي ولكن ما طحنش ليا لان الفراولة مجمدة وما كاينش سوائل، فحولت يعني العناصر كلها لهاد التشوبر هذا او هاد الطحانة هادي. يمكن لكم تستعملوا كذلك محضرات الطعام، وكنحصلوا على هاد الخليط اللي كيكون القوام ديالو جد كثيف كيف ما كتشوفوا، وكنحتفظوا به في علبه محكمه الاغلاق، وكنحتفظوا بها في المجمد اقل شيء 8 ساعات، ومن الافضل ليله كامله. الان غادي نحضروا النكهه الثالثه والاخيره اللي هي النكهه ديال المانغ او المانغا، وحتى هي غنحضروها بنفس الطريقه. غادي نحتاجوا جوج اكواب ديال المانغا المجمده، ربع كوب من الزبادي او اليوغورت الطبيعي، وملعقه كبيره من السكر او العسل او حسب الرغبه، يمكن لنا نضيفوا اقل او اكثر حسب الرغبه. وكنطحنوا الكل حتى كنحصلوا على هذا الخليط هذا اللي كيكون القوام ديالو كثيف
بهذا الشكل هذا، وكنحتفظوا به في علبه محكمه الاغلاق، وكنحتفظوا بها في المجمد مده ديال 8 ساعات حتى الليله كامله من الاحسن. وهذو هما الايس كريم المنزلي ديالنا بثلاث نكهات، بنكهه الشوكولا والفراوله والمونغ، كيجي المذاق ديالهم اكثر من رائع، وثلاث مكونات فقط، يعني جد اقتصادي وسهل التحضير، كيتحضر في وقت قصير. كنتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها، وكنضرب لكم موعد غدا ان شاء الله في نفس الموعد مع حلقه جديده ووصفه جديده. اما الان فكنخليكم مع باقي فقرات الحلقه. على نهجك مشيت، بدربك مضيت، نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت. على نهجك مشيت ومنك استقيت، نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت. موضوعنا لهذا اليوم هو عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه، أو ما يسمى بالعامية بالتشويش. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سلط الضوء على واحدة من أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم، وهي مراعاة الآخر واحترامه. فمن أهم آداب الإسلام احترام الآخرين وإكرامهم وعدم الإساءة لهم وإيقاع الشك والحزن في نفوسهم. ومن مقتضى هذا الاحترام والإكرام أن لا يتناجى اثنان دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة ضرورية، والتناجي هو التحدث سرا بصوت منخفض وغير مسموع، أو التحدث بلغة غير مفهومة لدى الشخص الثالث. يعني كيكونوا ثلاثة ديال الناس جالسين في شي مكان، وكيبداو جوج كيتوشوشو بيناتهم بواحد الصوت منخفض باش ما يسمعهمش هذاك الشخص الثالث، او كيبداو كيهضروا بواحد اللغه قصدا، يعني تيبداو يهضروا بواحد اللغه اللي هو ما كيفهمهاش. فحاجه طبيعيه ان هذاك الشخص الثالث ما غاديش يعجبو الحال، وهذه شي حاجه اللي طبيعيه، ما غاديش يعجبو الحال، غادي يبدا يتنوى، يقول هادو كيهضروا عليا ولا كيقولوا فيا شي حاجه، واخا يكون يعني ما يكونش فعلا انهم كيهضروا عليه، اولا فقط كيتكلموا على شي مساله شخصيه وما بغاوش يعرفها، هو غيب يسحب ليه بانهم داوين فيه او كيقولوا فيه شي حاجه، وغادي يدخلوا الشك، وببساطه ما غاديش يعجبوا الحال. فماشي من الادب ابدا، ماشي من الادب ومن حسن الخلق اننا نتوشوشو قدام شي حد وهو جالس وحنا تنهضروا، جوج تيهضروا بيناتهم كيتوشوشو او كيهضروا بشي لغه اللي هذاك الشخص ما كيفهمهاش. فان حصل التناجي وكان في الخير فهو مكروه، وان كان في الشر فهو حرام. ولو يكون التناجي في الخير، ولو يكونوا كيهضروا في شي حاجه اللي عادية ما فيهاش لا نميمة لا غيبة لا حتى شي حاجة، موضوع عادي جدا، ولكن مكروه أنك توشوش يعني بصوت منخفض قدام شخص ثالث. وإذا احتاج الإنسان لمناجاة غيره سرا في أمر خاص، وجب عليه أن يستأذن الحاضرين معه بأسلوب لطيف ولبق، كما أن التناجي سرا من صفات المنافقين. وسبب تحريم تناجي اثنين دون الثالث في السر أن التناجي يؤذي الشخص الثالث ويحزنه ويوقعه في الحرج ويشعره بمهانته وذله. والغاية الكبرى من هذه التوجيهات هي حرص الإسلام على نقاوة المجتمع من ألوان الكراهية والبغضاء والحزازات وزرع الفرقة بين الناس. فعلى المسلم أن لا يكون عونا للشيطان في قطع عرى المودة والصلة بين المسلمين، كما أن الله تعالى رحيم بعباده الأبرار المحبين للخير المبتعدين عن الشر والأذى.
فدائما نراعي لهذاك الانسان، نديرو بلاصتنا في بلاصته. اي واحد تحط في هذاك الموقف وكان جالس بوحده مع جوج ديال الناس كيتوشوشو بيناتهم او كيهضروا بواحد اللغه اللي انت ما فاهمهاش، فهذاك الانسان كيحس براسو محقور، او لا كيحس كيدخلوه يعني تساؤلات وشكوك، وكيبدا كيتحسس كيف ما كنقولوا، يعني كتجي واحد الحساسيه، بزاف الحاجات كتخطر على باله، فهداك الانسان مباشره كيجي واحد الاحساس سيء تجاه هذوك الناس، ويمكن انه ما يبقاش يحب انه يختلط معاهم مره اخرى، او لا ما يبغيش يتجمع معاهم في 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 مجمع مره اخرى، الا عرف بان غادي يمشي لواحد المكان وغيتلاقى بهم، فكيولي كيتفاداهم. ما كي يعني كتخلق واحد الحزازات وواحد الحساس، واحد الحساسيه من لا شيء، فقط لان هذوك الناس ما احترموهش وما عبروش، وحس بالاهانه، وحس بانهم يعني يمكن كانوا كيدويو عليه الى اخره، فهاد الشيء خلاه انه يعني خلق واحد الحساسيه بينه وبينهم، وغادي يولي في المستقبل يتفاداهم وما يبغيش يتلاقى معهم في المستقبل. وهذا الشيء اللي ما بغاش الاسلام. الاسلام كيبغي ان المسلمين يبقاو مرتبطين مع بعضياتهم، وتربطهم واحد العلاقه جميله، مع علاقه ديال الموده وديال الرحمه. فهذا الشيء علاش الاسلام كيركز على ادق التفاصيل اللي كتخص العلاقه ما بين المسلمين، باش يبقاو مجموعين في واحد الوئام وفي واحد المحبه وفي واحد الود. ولهذا نردوا البال ونحترموا مشاعر الاخرين، ومعمرنا من توشوشو او نبداو نهضروا سرا قدام شي شخص ثالث جالس معنا احتراما له ولمشاعره. واسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمه الله. سؤال اليوم هو: ما اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخليوا الأجوبة ديالكم في التعليقات باش تشاركوا في المسابقة ويدخل الاسم ديالكم في السحب. لمزيد من التفاصيل غادي نخلي لكم الرابط ديال فيديو الإعلان عن السلسلة والمسابقة الرمضانية في صندوق الوصف بالنسبة اللي ما شافوش. كنتمنى أن حلقة اليوم تكون راقتكم ونكون خفيفة على قلوبكم، ونشوفكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.